اذا هون واضح انه عندنا مشكله. حتى نحل هاي المشكله لازم هاي ما بقدر اغيرها، بقدرش ادخل داخل الديفايس وانزل البوينت 3. واضح ايش بدي اعمل؟ بقدر احط اشي باي باس. باي باس يعني نحط ان بارلل معاه. فبنحط هيت سينك. قديش تقترح نحط الهيت سينك؟ خلينا نحطها 10 وهذه 20. قديش 10 و20 ان بارلل؟ راح يصير نحط هون هيت سينك. هاي ار كيس امبيت تبعت الباور ديفايس، وراح نحط جنبها ار هيت سينك. هذه عندي الكيس، هذه الامبيانت، وهي الجنكشن، وهذه ار جنكشن كيس. وار جنكشن كيس بتضل زي ما هي 0.3 كلفنز بير وات. هاي اصلا قديش كانت؟ 20 كلفن بير وات. وراح احط هذه قيمتها 10 كلفنز بير وات. هاي لساها 25 سلسيوس، والفلو تبع الهيت من هون 10 واتس او جولز بير سكند، وبدي هاي تكون اقل من او تساوي 175 سلسيوس تي جي. هذه هون تي جي تكون اقل من تي جي ماكس. 10 و20 ان بارلل شو بعمل فيهم؟ 6 بارلل. اذا باخذ اذا عندي هون ار كيس تو امبيانت كومبايند بتساوي احط 20 في 10 على 20 زائد 10. مضبوطة هيك؟ 200 على 30 بتطلع قديش؟ 6.7 كلفن بير وات. فانا نزلت هاي من 20 نزلت ل 6.7. نرجع للمعادلة الأصلية. تي جي ماينس تي اي بدها تساوي هاي بدل ما تكون 20.3 شو صارت الآن؟ 0.3 زائد 6.7 مضروبة في 10 وهي 25، بصير عندي تي جي ماينس 25 شو بيساوي؟ 6.7 و 0.3 7 في 10 70. فبصير تي جي بتساوي 95 سلسيوس اللي هي اقل من 175 سلسيوس. اوكي؟